على فكرة مش خارج الموتور تو. شو الفرودة؟ ها؟ الفرودة؟ أنا أريد كي قبلنا نحكي هذه أترافير كمال قلنا كمال ربما سرطان ولدنا وخونا بالأحسن أنا نخدم بها صدقني كي قبلناها من الأول أنا رد الحركة مساعدين نموت على خاطرها مساعدين نموت على خاطرها جاتنا حاجة ثم جاتنا من الحركة بدأت الحكاية من الأول هكاية وهو واحد بلو السيدة ثم سرتها ولدنا هكا بالضبط اللي هو انت احنا ما زلنا ما نعرفوش وتعرفنا ان وخدمنا نخدموا معنا الحركة ونخدموا يجيب اخواننا عندما اتحاور وانا اتحاور كثيرا مع اخواني السلفيين سواء هنا في تونس او في فرنسا وبحكم موقعي في الجمعيات الاسلاميه وفي مركز التوحيد الاسلامي في باريس نقول ما قاله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه لا نظلمهم ولا نسلمهم باذن الله سبحانه وتعالى ولكن الحوار معهم كباقي الناس نجلس مع اخواننا لا متعالين ولكن متواضعين انا هنا حركه النهضه انا لست مسؤولا حكوميا